أنا وددت أحد المعتقلين في سجن برج العرب، وبعدين ابني خدوه يوم 5/10/2014 سنة 2014، وبعدين خدوه يعني كان في بيته ما عملش حاجة. جم الساعة 1:30 خبطوا على الباب وراح مزقين الباب وداخلين واخدينه، وهو قاعد في وسط عياله ما كانش عمل أي حاجة، لأن ناس داخلة بقى، داخلين ناس ملثمين والسلم مليان عساكر ومليان ضباط وداخلين هاجمين علينا. في ايه وخبطوا عليا، قمت جاريه لقيت الشقه مليانه، وطلعوا فوق كسروا شقته بوظوا الدنيا. وبعدين خدوه راحوا منزلين وهو ما عملش حاجه. من ساعتها بقى خدوه سجن برج العرب، وبعدين مضيقين عليه الدنيا هناك، عارفين يزوروه يعني، راحوا في زياره بعد اللي خدوه اعدموه ده، مبهدلينهم هناك يعني ماسكين. حتى في زياره لما راحوا ولادوا يزوروه يعني ما عرفوش يزوروه كويس، يعني بهدلوهم وغيبوهم طول النهار قاعدين في الشمس وتفتيش العيال، يعني جايين من هناك يعيطوا وحالتهم صعب وجايين تعبانين جدا من هناك. وبعدين كان بيطلع تريض، منعوا عنه التريض ده، وبعدين ما فيش نور ولا ميه، وتعبينه نفسيا وجسمانيا يعني مش سايبينهم علشان عمل ايه انا ما اعرفش.